أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة عادة ما تذكر في مسألة الإمامة، حيث تثبت هذه الآية المباركة بصورة واضحة كفر البعض، وطبعا الكافر لا يصلح أن يكون إماما. ولكن حديثنا في هذه الآية المباركة اليوم ليس عن بعد الإمامة، هناك حديث شريف رائع من روائع سيدنا ومولانا إمام المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. هذا الحديث الشريف ورد في نهج البلاغة وفي كتاب تحف العقول، رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف، ذكره الشيخ الصدوق في أهم كتبه كتاب من لا يحضره الفقيه ومصادر أخرى. هذا المقطع هو جزء من خطبة الوسيلة، هذه الخطبة التي تعد من أروع روائع
كلمات مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكل كلماته روائع. الناس فئتان، الفئة الأولى فئة وما بدلوا تبديلا، الفئة الثانية فئة انقلبتم على أعقابكم. الفئة الأولى الفئة الصامدة، الفئة المستقيمة الثابتة التي قال الله سبحانه وتعالى عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الفئة الثانية هي الفئة المتراجعة التي تنقلب على أعقابها: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، رجعتم جاهلية. كيف ومتى يمكن معرفة الشخص أنه من الفئة الأولى أو من الفئة الثانية؟ لا يمكن أن تعرف الشخص، أن تعرف سريرة الشخص، طبيعة الشخص إلا في تقلب الأحوال. هذه الكلمة عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام درة من الدرر. من دقائق هذه الكلمة اكتشفنا هذا المعنى. المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما قال علم جواهر الرجال في تقلب الأحوال، مع أن الصياغة الطبيعية هي هذه الصياغة: علم جواهر الرجال، علم هذا مبتدأ، في تقلب جار ومجرور تسد مسد الخبر، بصورة طبيعية يلزم أن يقال علم جواهر الرجال في تقلب الأحوال. أمير المؤمنين عكس. لماذا عكس؟ هناك قاعدة يذكرها علماء العربية، يقولون: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. مثاله الواضح الذي عادة يذكر هذا المثال، طبعا أمثلة كثيرة، في سورة الحمد نقرأ: إياك نعبد، نعبد فعل وضمير مستتر فيه فاعل، يعني نحن، إياك مفعول، المفعول يلزم أن يؤخر عن الفعل، يعني الصياغة الطبيعية أن نقول نعبدك، يعني نعبد نحن إياك، إياك مفعول. لماذا تغيرت صورة الكلمة أو الجملة؟ لإفادة الحصر. يعني لو كنا نقول نعبدك كان معنى هذه العبارة أننا نعبدك، ولكن قد يكون شخص آخر أيضا يعبد غيرك، ولكن كلمة إياك هذا المفعول عندما تقدم صار معنى الجملة متغيرا مختلفا، صار معنى الجملة نعبدك ولا نعبد غيرك، حصر، يعني فقط وفقط أنت.
تقديم ما حقه التأخير، الشيء الذي يلزم أن يؤخر إذا قدم يفيد الحصر. مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما قال علم جواهر الرجال في تقلب الأحوال، قال في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. قدم الخبر أو الذي يسد مسد الخبر، يعني فقط وفقط في تقلب الأحوال تتمكن أن تحصل على هذا العلم، علم جواهر الرجال، أن تعرف مخابئ الأشخاص، جوهرة الشخص. في غير تقلب الأحوال لا تتمكن أن تعرف. عندما يكون الشخص شخص فقيرا ثم يصبح غنيا، عند ذلك تعرفه. عندما يكون الشخص غنيا ثم الأوضاع تتغير يصبح فقيرا، عند ذلك تعرفه. الإنسان الذي يعيش سنوات طويلة يعاني مرضا، إذا وجد صحته الجسمانية عند ذلك تعرفه. الإنسان الصحيح الجسم عندما يبتلى بمرض مؤلم، الشخص العادي عندما يصبح رئيسا، الرئيس عندما يصبح شخصا عاديا. الإنسان في الشدائد يعيش ثم الشدائد تنقشع يصبح في رخاء، أو الشخص يعيش في الرخاء مرة واحدة الشدائد تهجم عليه. في تقلب الأحوال تتمكن أن تعرفه. البعض في تقلب الأحوال يثبت دونيته، ذلته، صغره، والبعض في تقلب الأحوال تعرف عظمته، مكانته السامية. في الوضع الطبيعي لا يعرف الأشخاص، أبو ذر والمقداد وفلان وفلان، هؤلاء كانوا يجلسون في المدينة في صف واحد، هذا مسلم ذاك مسلم. متى كانت تظهر خبائح مخابئ هؤلاء التي يخفونها؟ متى كانت تظهر هذه الأمور؟ في الحروب، في الغزوات. هؤلاء كانوا يصمدون، يصبرون، يستقيمون، يقاومون، أبو ذر ومقداد وأمثالهم، وفلان وفلان كان أول الهاربين. هناك تظهر في المدينة الوضع طبيعي، لا كلهم صف واحد. عند التحولات، لا، هي كلمة مولانا أمير المؤمنين أدق، في تقلب الأحوال تعرف من هذا الشخص. واحد يتألق، واحد ينزل. أحدهم كان حليف القرآن، لعله عشرات المرات، مئات المرات كان قد ختم القرآن، ولكن بمجرد أن وصل الحكم إليه أطبق القرآن، تركه جانبا، قال هذا فراق بيني وبينك. بمجرد أن وصل الخبر له أنه أصبح حاكما، عبد الملك ابن مروان، هذا شخص. وشخص آخر كان يعيش مع الفسقة، مع الظلمة، في تقلب الأحوال ظهرت عظمته إلى آخر الدنيا. المؤمنون يسلمون عليه، يعظمونه، الحر
الحر أين كان يعيش؟ يعيش مع الظلمة. في تقلب الأحوال تبينت سريرته النظيفة. هذا ينزل وكان حليف القرآن، وذاك يصعد وكان حليف الظالمين. في يوم الغدير كم من الناس بايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولكن نفس أولئك كثير منهم، لا لعلي أقول أكثرهم، ماذا صنعوا فيما بعد؟ هذا الذي بايعتموه بعنوان أنه إمام، أقل من 80 يوما بعد الغدير، لا علي بأولئك الطغاة الظالمين الذين كانوا يجرون أمير المؤمنين، لا الناس، لا وصل لهم الحكم، لا شيء، ناس عاديون. عندما رأوا هذا المنظر، إمامهم يجر، لا دافعوا عنه، حتى ما سكتوا، كانوا يشجعون الظالمين، جروه، اسحبوه. قبل أقل من 80 يوما هؤلاء بايعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لو كان هؤلاء يعيشون مئات السنوات في الوضع الطبيعي، ما كانت تظهر مخابئ هؤلاء. كانوا يبقون مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقبلون يد أمير المؤمنين، مع أمير المؤمنين كذا. في هذا التقلب ظهر من هو أبو ذر الصامد، من هو سلمان ومقداد الصامدين، وظهر من هؤلاء. في غير هذه الحالة، في غير هذا التقلب، كان ممكن تظهر عظمة سلمان وعظمة أبي ذر؟ كان ممكن تظهر ذلة هؤلاء، انحطاط هؤلاء؟ أحيانا في مواقف عادية تظهر كمائن الإنسان. أحد مراجع التقليد الكبار كان له زميل في أيام دراسته، أيام شبابه، زميل مجد في دراسته. ذات مرة في الدرس دار نقاش بحث بين هذا الزميل وبين الأستاذ. النقاش اشتد، فغضب الأستاذ. طبعا لعل غضبه ما كان مبررا، ولكن غضب الأستاذ وشتم هذا الزميل، شبهه بحيوان. هذا الزميل الشاب قال: نعم أنا كذا. أطبق الكتاب، خرج من الدرس وترك دراسة الدروس الدينية، خلاص. أحد الأخوة كان يعلق يقول: أثبت أن كلام أستاذه صحيح. أستاذك قال لك كلمة، لماذا تترك هذا الطريق؟ لنفرض أنك لا تستسيغ أن تجلس مع هذا الأستاذ، اذهب إلى أستاذ آخر. لماذا تترك هذا الطريق وأنت تعرف قيمة هذا الطريق؟ لكلمة.
هذا أصبح مرجع تقليد كبير، ذاك أصبح إنسانا على أي حال عاديا أكثر ما يقال فيه. في موقف، في الوضع الطبيعي هذا الشخص كان يظهر من هو؟ لا، في هكذا موقف ظهر واقعه، تقلب بهذا المستوى، شخص شتمه فقط. هناك مثل يقولون: الموت حق ولكن للجار ليس لي. لا، الموت حق لي أيضا. النصائح التي نسمعها من درر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أول ما نتصور الآخرين. نعم، في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، فلان أيضا كان إنسانا في الدرب ولكن انحرف. لا، أنا، هذه الكلمات ما قيلت للجار، قيلت لنا. أنا في تقلب الأحوال من أكون؟ أكون من الفئة الأولى وما بدلوا تبديلا، أو أكون من الفئة الثانية؟ العياذ بالله، انقلبتم على أعقابكم. أنا من أكون؟ أنا المدافع عن المظلومين. يومين جلست مع شخص من الظالمين، مسؤول، شخصية، متنفذ، شخص سياسي، خلاص أصبحت من عوانة الظالمين. هؤلاء الذين كانوا يحضرون في المجالس الحسينية، لا، كانوا هم يقيمون الشعائر الحسينية المقدسة. يومين جلسوا مع شخصيات من العامة، خلاص انقلب رأسا على عقب. لا، ليس مناسبا. ما ترك الشعائر الحسينية فقط، صار ضد الشعائر الحسينية، وله ألف عذر. تقية، وضعي لا يسمح، خطر، غير مناسب، ألف كلمة. الشيطان يخدع، لا يتركه بدون مبرر، لا، يصنع له مبررات، يزين، حسب تعبير القرآن الكريم، يزين له عمله، عمله السيء يصبح زينة في عينيه، ولكن الواقع انكشف. لا نتكلم عن الآخرين، أنا من أكون؟ أنت المؤمن من تكون في تقلب الأحوال؟ هذه الكلمة حقا تستحق أن تكتب وتجعل لوحة أمامنا. الشخص يكتب هذه الكلمة لوحة في مكتبه، في غرفته، كل يوم ينظر إلى هذه الكلمة. شيئا فشيئا لا أنجار. على طريق أهل البيت، صامت كذا، ثم فيما بعد ماذا؟ هذه الروعة من روعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ليس لي مجال أن أفسر، أن أقف عند بعض كلماتها. إذا صارت لكم فرصة، تأملوا بعض كلمات هذه الدرة العلوية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال في تقلب، ما قال في انقلاب. في انقلاب الأحوال علم جواهر الرجال، لا، قال في تقلب الأحوال. ما الفرق بين التقلب والانقلاب؟ ثم هناك كلمة روعة في هذه الروعة، كلمة علم. كان بالإمكان أن تأخذ كلمة علم، تجعل مكان كلمة علم كلمة تعلم، تعرف،
في تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، في تقلب الأحوال تعلم جواهر الرجال. أمير المؤمنين ما قال تعلم، قال في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. تأملوا في هذه الكلمة أيضا. طبعا كلمة جواهر تفسر بتفاسير عديدة، جواهر جوهر الشخص أو جواهر الشيء الثمين للشخص، هذا صحيح ذاك صحيح. الكلمة بحاجة إلى توقف، توقف في النظر، في التفكر في هذه الكلمة، تطبيق هذه الكلمة. أفإن مات أو قتل صار تغير؟ لا، صار التقلب في الأحوال. انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ما الذي يضر؟ الضرر يتوجه إلى من؟ الله؟ لا، له معنى، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الضرر للشخص نفسه. في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين، بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل فرج إمام زماننا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، اللهم ارزقنا اتباعهم في الدنيا، اللهم ارزقنا خدمتهم في الدنيا، اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، اللهم ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الإنجاز أولا، والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا، والتفوق ثالثا.